صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع آيات القرآن الكريم في الحج ومقاصده وفوائده. القرآن الكريم تحدث عن الحج في آيات كثيرة بالقياس إلى سائر العبادات. يعتبر الحج والصلاة من أكثر الآيات ورودا في تحديد الأحكام والتشريعات الخاصة بهاتين العبادتين. فبالنسبة إلى الحج هناك ما يقارب من 24 آية تتحدث بشكل مباشر عن الحج، إما في أصل تشريعه أو في أحكامه أو في مقاصده ومنافعه. وعدد 24 آية يعتبر شيئا كثيرا إذا قارناه مثلا بالصيام الذي تحدثنا في وقت مضى عن تشريعه، وقلنا إن القرآن الكريم
تناول أحكام الصيام في 4 آيات بشكل مباشر: الحج الذي فيه 24 آية يعتبر بالقياس مثلا إلى الصيام قرابة 5 أو 6 أضعاف العدد الذي قيل هناك من الآيات. ورد أحكام الحج وتشريعاته وفوائده في 3 سور: في سورة البقرة، والآيات فيها متقاربة، وفي سورة المائدة في أولها، وفيما بعد آية 90، وفي سورة الحج. واضح أن سورة الحج عنوانها هو هذه الفريضة، وقد تناولت تشريعات الحج في 11 آية من آياتها. نمر على هذه الأحكام والتشريعات في هذه السور مرورا سريعا كعناوين، حتى ندخل من خلالها إلى مقاصد الحج ومنافعه وفوائده على المستوى الشخصي للحاج والفردي، وعلى المستوى العام للأمة. بالنسبة إلى الآيات التي جاءت في سورة البقرة ترتبط بالحج، ذكرت الآيات المباركات حكم الأهل وأنها مواقيت للناس في موضوع الحج، وذلك لأن الحج أشهر معلومات، فما دامت أشهر محددة ومعينة فهذا يقتضي أن يحتاج الناس إلى الهلال وتثبيته، لأن على ضوئه سيكون بداية أشهر الحج. نحن نعلم أن أشهر الحج 3: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. فيها يستطيع الإنسان أن يحرم لعمرة التمتع حتى يحج حج التمتع، لكن مثلا لا يستطيع أن يحرم عمرة التمتع مثلا في شهر رجب، له عمرة أخرى هي العمرة المفردة. فذكر القرآن الكريم أن هناك من يسأل عن المواقيت عن الأهل، قال هي مواقيت للناس والحج. أيضا ذكر في سورة البقرة بعض أحكام محرمات الإحرام، تروك الإحرام، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وسيأتي الإشارة إليه أن هذه بالإضافة إلى سائر المحرمات والتروك في الإحرام تصنع مقدارا من السيطرة على النفس وضبط الذات مطلوب في الحج، أن يقوم الإنسان بضبط لسانه فلا يرفث ولا يفحش ولا يفسق، بناء على أن الفسق هو من اللسان وأحد أنحاء الفسق باللسان بالإضافة إلى الفسق العملي. كذلك ذكرت الآيات المباركات
ما يرتبط بالصفا والمروة وأنهما من شعائر الله، وأن من يحج البيت أو من يعتمر فإنه عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، كما ذكرت لزوم إتمام الحج والعمرة بمجرد الإحرام لهما، إلا أن يعرض عارض أو يكون المعتمر أو الحاج قد اشترط على ربه. إذا عرض عارض من إحصار كمرض شديد لا يستطيع معه المواصلة، أو صد كما لو كان هناك عدو غاشم يمنعه من إكمال الحج، هنا يستطيع أن يفدي بهدي وأن يتحلل. ونقلنا في حينها قضية عمرة الحديبية التي لم تتم، وإنما أحل النبي بعد الإحرام منها. كذلك في هذه السورة المباركة تحدثت أيضا عن من هو المتمتع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وفسرت في الروايات بأنه من والفتاوى بأنه من كان يبعد عن بيت الله الحرام 88 كيلو فصاعدا. ثم أيضا ذكرت أن فرض الإنسان في الحج التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فرضه أن يهدي إن تيسر له الدرج الأعلى كالناقة والبعير فهو، وإن لم يتيسر تيسر له مثل البقر فهو، وإلا فما استيسر من الغنم والكباش وما شابه ذلك. إذا لم يجد هذا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. وقد تعرضنا لهذه الآية المباركة في وقت مضى وسبق. فهذه جملة الآيات التي تحدثت عن أحكام الحج في سورة البقرة، أيضا في قضية البقاء في منى أو الخروج. يستطيع الإنسان أن ينفر من منى بنهاية الحج في اليوم 12 بعد الزوال، ويستطيع أيضا أن يبقى إلى اليوم 13، هو بالخيار ما لم يصطد. الآية المباركة تقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني لمن لم يصطد. وهناك بعض الأحكام التي تلزم الإنسان بالبقاء ليلة 13، الآن لا نتعرض لها، ربما نتعرض إلى الصفة الإجمالية للحج في وقت آخر، هذا الآن فقط عرض لآيات القرآن الكريم. في سورة المائدة تحدثت في البداية عن لزوم تعظيم ما يرتبط بشعائر الله عز وجل وأمر الحج، بل تعظيم وتكريم الحاج. لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهادي، ولا القلائد، ولا آمين البيت. هذه أمور ينبغي أن تعظم ويعظم شأنها، كما ورد في
سورة المباركة: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهادي ولا القلائد ولا آمين البيت، حتى الحجاج الذين يأتون إلى البيت الحرام هم أهل للتكريمة والاحترام، لا تستحلوا حرمتهم. القلائد حيوان، داب، ناقة تقلد شيء في رقبتها كالقلادة، أي شيء، حذاء غير ذلك كما ذكر الفقهاء، وهذه علامة أن هذه الدابة، هذه الناقة ليست للبيع، ليست للذبح الآن، ليست للإطعام، وإنما هذه لله، ومحلها البيت العتيق في مكة إن كان في عمرة، أو في منى إن كان في حج. فهذه أيضا لا تحلوها، يعني لا واحد يقول شنو الفرق هسه، هذه ناقة وذيك ناقة، هذه نذبحها ونروح نشتري ناقة أخرى، لا، هذا نوع من انتهاك حرمة ما حرمه الله عز وجل، كأنك تتجاوز بذلك حدود الله. كذلك الشهر الحرام أيضا مما هو محرم ومحترم، لا ينبغي أن ينتهكه الإنسان وأن يتجاوز حرمته. فهذا تبدأ الآية المباركة بهذه التوجيهات، وهي آيات قليلة في سورة المائدة، حوالي 5 آيات ذكر فيها أيضا أو ذكر فيها تحريم الصيد إلى حين الإحلال، فإذا حللتم فاصطادوا، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، الصيد البري لا يجوز، وأما فيما بعد الإحلال يجوز لكم أن تصطادوا، وأما صيد البحر فهو جائز لكم بشكل عام حتى في حالات الإحرام. كذلك ذكرت الآيات المباركة الصيد البري، وأنه سيكون محلا للابتلاء، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، حتى يشوف الله سبحانه وتعالى من هو الذي يخافه ويخشاه بالغيب. إيه، كانت تجل هاي الأشياء اللي عادة يطارد وراءها في الأيام العادية، هي تجي في أيام اللي ذول محرمين تتخلل فيما بينهم وتتبختر حسب التعبير، كأنما عارف أن هذول ما يقدرون يسوون شيء. طيب، فإلى حد أنه كانوا بإيدهم يقدرون يمسكوها، ما يحتاج بعد إلى الرماح والسلاح، تناله أيديكم ورماحكم، قسم منه هل قد قريب اللي باليد ينمسك، قسم يحتاج إلى أن يرمى بالرماح، ولكن هذا غير جائز، لأنه به يمتحن الإنسان ووقوفه عند محارم الله عز وجل. في سورة الحج هناك 11 آية تناولت أبعادا مختلفة من أحكام الحج، منها ما يرتبط بالجانب التاريخي للبيت الحرام، أمر الله سبحانه وتعالى، أمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم أن يطهر بيته للطائفين والركع السجود، وأن يؤذن للناس بالحج. وقد تحدثنا عن هذه الآية المباركة، وقلنا أنه أيضا هي إخبار عما حصل لنبي الله إبراهيم عندما انتهى من بناء البيت، وهي أيضا آية التشريع الأساسية النازل على نبينا المصطفى محمد.
كما ذكرت أيضا موضوع منافع الحج ليشهدوا منافع لهم، وسنأتي عليها بعد قليل. وأيضا ذكرت أن الهدي محله ومنتهاه إلى البيت العتيق، بيت العتيق إذا أطلق يقصد منه الكعبة المشرفة، إما لأنه عتيق بمعنى قديم، إن أول بيت وضع للناس فهو إذن غارق في القدم، سابق في الأولوية والأولية، أو عتيق لأنه أعتق من السيل، أو لأنه به يعتق الناس من ذنوبهم ومن نار جهنم. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من نار جهنم، وأن ينفعنا بأحكام الله عز وجل وبالحج إلى بيته والاعتمار. بعد ذلك تحدثت، الشاهد في قضية ثم محلها إلى البيت العتيق، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. البعض من الفقهاء قال هذا ناظر إلى العمرة، لأنه في العمرة يتم الذبح في مكة، بعد ما في مناسك في العمرة صوب منى وعرفات وإلى آخره، فإذا هذا الذبح هو في مكة المكرمة، المقصود منه إذن العمرة. قسم آخر قالوا لا، المقصود من البيت العتيق ما هو المقصود من المسجد الحرام في سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، مو المقصود نفس المسجد داخله، وإنما المقصود شنو؟ مكة المكرمة. وإذا كان مكة المكرمة فهي إذن شاملة لمنى، وإذا صارت شاملة لمنى فإن الهدي الذي يذبح في منى يرتبط بالحج، فإذا الآية ترتبط بالحج، وقد تكون ناظرة إلى الأمرين، هم العمرة وهم الحج. الآية التي أيضا تذكرها سورة الحج أن الله سبحانه وتعالى لا يهتم بالمظاهر، اللحوم والدماء وما شابه ذلك، هذا ما يصل إلى الله، وإنما الذي يصل إلى الله ماذا؟ هو التقوى. الله لا ينال اللحوم ولا اللحوم تصل إليه، ولكن يناله التقوى منكم. فهذه جملة الآيات التي تحدثت عن قضايا الحج المختلفة في القرآن الكريم، مجموعها 24 آية احتوت على مختلف الأبعاد، منها قضايا ترك الإحرام، منها حج التمتع، منها السابقة التاريخية لموضوع الحج، منها بعض غايات الحج وأغراضه ومقاصده، كما في الآية التي ذكرناها ليشهدوا منافع لهم. لاحظوا أن هذه الآية المباركة التي افتتحنا بها الحديث ليشهدوا منافع لهم، جاءت وفيها في المنافع صفتان. الصفة الأولى أنها جمع وليست مفرد، والثاني أنها نكرة وليست معرفة بأل. والغاية من ذلك أن تكون هذه الآية المباركة شاملة لكل المنافع المتصورة في زمان نزول الآية المباركة أو في المستقبل. إذا كان هكذا لازم يستخدم كلمة منافع منكرة وجمعا، فلو مثلا قال ليشهدوا منفعة لهم، صارت هنا شنو؟ منفعة واحدة، جهة واحدة، بينما الحج فيه منافع كثيرة. ولو قال لا المنافع، حتى لو جاب جمع وعرف ليشهدوا المنافع لهم،
المنافع يمكن أن يكون هناك احتمال أن تكون المنافع المقصودة والمنظورة في ذلك الزمان، مثل إذا بينك وبين واحد معرفة بشيء، طيب تقول له روح اشترك في هذه الشركة ترى فيها الفوائد الكثيرة، بينك وبينه معرفة بمجموعة من الفوائد، راتب كذا وما أدري عمل بهذا النحو وإلى آخره. أما إذا قال منافع فهي منكرة وتشمل كل منفعة في ذلك الوقت أو في المستقبل ستحصل، هذه كلها تدخل تحت عنوان ليشهدوا منافع لهم. فإن المنافع التي كانت في زمان نبينا صلى الله عليه وآله هي بمقدار معين، بعد 1000 سنة راح تتجدد منافع جديدة، بعد 2000 سنة راح تتجدد منافع جديدة. فالقرآن يريد أن يشير إلى يا أيها المسلمون كل هذه المنافع أنتم بإمكانكم أن تحصلوا عليها. الحج كما ذكرنا في بعض العبادات الأخرى ليس المقصود منه هذه الحركات فقط المفرغة عن المحتوى والعارية عن الجوهر، لا، هي حركات، هي أفعال تشير إلى معاني، تستهدف أهدافا، تقصد أغراضا، ويستفيد الإنسان وينتفع من كل عبادة بمقدار ما يتوجه إلى معناها وإلى أغراضها ومقاصدها. فمن الممكن أن 2 يصليان في مكان واحد وزمان واحد، ولكن أحدهما يتوجه إلى الصلاة ويعرف معانيها والآخر ليس كذلك، هذا يحصل ثواب وفائدة أكثر من ذاك. شخصان يذهبان إلى الحج، أحدهما يعرف لماذا كانت ترك الإحرام، لماذا هذا الطواف، لماذا ذلك السعي، لماذا هذا الذبح، لماذا هذا الوقوف، ويحاول أن يكرس هذه الفوائد والدروس في داخله، وصاحبه لا يعتني بهذه الأمور أو لا يتوجه إليها. تجد أن استفادة ذلك الأول من المنافع للحج أكثر. فلنشر إلى بعض هذه المنافع والفوائد بعد الصلاة على محمد وآل محمد. هناك قسمان من الفوائد والمنافع المرتبطة بالحج. قسم من المنافع فردية للشخص الحاج، وقسم من المنافع منافع عامة على مستوى الأمة. المنافع الفردية أول شيء فيها يرتبط بترك الإحرام. ترك الإحرام ومحرماته تعلم الإنسان السيطرة على الذات والغلب على النفس وضبطها، وهي في هذا المعنى أكثر من الصيام. فإن الصيام مثلا يحرم فيه الاستمتاع الجنسي الكامل، أما مقدمات الاستمتاع الجنسي فليس محرما، القبلة واللمسة والضمة وما شابه ذلك ليست، وإن كانت حتى بحالة شهوية ليست حراما في الصيام إلا إذا أدت إلى الإمناء والإنزال.
أما بالنسبة إلى ترك الإحرام لا، أي عمل فيه شائبة جنسية تحتضن الزوجة بشهوة لا يجوز، تقبلها بشهوة لا يجوز، فضلا عن الممارسة الجنسية الكاملة. فهذه تعلم الإنسان أن يسيطر على جانبه الشهوي بشكل أكبر حتى من الصيام. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا اللسان اللي هو يرتكب أحيانا أعظم الجرائم وبه تحصل كثير من الحروب، ومن خلاله يحصل الطلاق، ومن خلاله يحصل النزاع. طيب، هذا يضبطه الإنسان بترك الإحرام. لا تقول كلام فيه رفث، ولا تقول كلام فيه فسوق، بل حتى الجدال، حتى الجدال مثل أن تجد حسب المعنى الشعبي المتداول تتعايا ويا شخص، هو يقول هالشكل وانت تقول هالشكل، أو تتفاخر احنا بلدنا أحسن من بلدكم، يقول لا والله بلدنا أحسن من بلدكم، احنا فريقنا غلبكم، تقول لا فريقنا غلبكم السنة الماضية، أنت تقول مذهبي أنا أحسن من مذهبك، ذاك يقول لا مذهبي أحسن من مذهبك، وعلى هذا المعدل. هذا الجدال وكثير من القضايا الطائفية تدخل فيه، إلا ما كان لإثبات الحق، مو لإثبات أنه أنا متغلب عليك. أكو قسم من الناس ترى حتى في هذه الجدالات الغرض منها أن يقول أنا أقوى منك، أنا غلبتك، أنا استطعت أن أكسر برهانك، أفهمت ما قدر يتكلم ولا كلمة. هذا انتصار للذات، هذا إشباع للنفس، هذا قد لا يكون الإنسان مثابا عليه إذا كان قصده من هذا النقاش وهالجدال وهالقومة وهالقعدة حتى أثبت رأيي وأنا أبين لهم أنا إنسان عالم ما حد يقدر يغلبني، أنا مجادل قوي. هذا مو معلوم يثاب عليه الإنسان في الأحوال العادية، وأما في الحج فلا جدال أيضا. ترك الإحرام تعلم الإنسان أن يضبط اللسان، لا تجادل، لا تقول كلام فاحش، لا تقول كلام فيه فسق، وإن كان بعض العلماء قال الفسق يشمل الأفعال أيضا، ولا فسوق يعني ولا أفعال عصيانية فاسقة، بس اللسان الكذب منها، الفحش منها، الكلام السيء منها، الاتهامات منها وأشبه ذلك. فيعلم الإنسان هذا في التروك سيطر على ذاته، يعلم الإنسان لا كل شوية ينظر إلى نفسه، انظر إلى الله عز وجل. شايف إحنا يعني لا أقل المتكلم أنتم هالشكل الحمد لله، ويا ما إنسان يشوف سطح عاكس بسرعة قاعد يطالع يسوي هالشكل هالشكل، يعدل مني يعدل منك، حركة أوتوماتيكية. ها قبل شوية، قبل 5 دقائق هو تو طالع من البيت متمشط مترتب متعدل كذا، بس أي سطح عاكس يشوفه هم يرجع إليه مرة أخرى. النظر إلى الذات، تحسين مظهر الإنسان، مو حرام هذا، بس هو تعبير عن اهتمام الإنسان الزايد بمظهره. اهتم بمظهرك، تجمل، لكن ليكن اهتمامك بمخبرك وداخلك أكثر بكثير. في الحج يقول لك أصلا لا تنظر إلى وجهك في مرآة، النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى وجهك من قبلك حرام. النظر إلى الكعبة بما هي تمثل بيت الله هذا عبادة حتى لو ما تسوي أي شيء، ولكن النظر إلى وجه الإنسان نفسه بنفسه تزينا وملاحظة
قل له هذا ممنوع. تروك الإحرام إذا صارت شنو؟ تعلم الإنسان الضبط. يقول له أنت ما تملك بدنك ها، ولذلك ما تقدر تطلع الدم منه الآن، ما تقدر تشيل شعرة منه. أمس توني أقدر أحلق بدني، ما أدري أقدر أزيل الشعر، أقدر أزين، أقدر غير ذلك. يقول لك لا، الآن أنت ما إلك سلطة على هذه الجهة في بدنك، أقرب شيء إلك وهو بدنك، شعراتك هذه ما إلك سلطة عليها. ولأن امتحان تروك الإحرام صعب في الواقع، صعب ها؟ شوف الإنسان مثلا أبسط شيء، هذا قبل شوية قاعد قبل الإحرام أي شيء ماكو، بس لبس الإحرام بدت شنو شعره، حك فيه وقام يبدأ. هسه تونا قبل شوية قاعدين مرتاحين كأنما موقتها توقيت مثلا. طيب، لأن هذا وأمثاله من تروك الإحرام صعبة شديدة، لذلك تشوف فترة الإحرام من لطف الله عز وجل لا سيما في مثل حج التمتع جدا مختصر، من الإحرام إلى أن تحل ربما أحيانا يصير 6 ساعات كلها، ومع ذلك الإنسان قد يعاني فيها. الحج من يوم 9 إلى يوم 10، ومع ذلك الإنسان يشوف نفسه مقيد. نشير إلى نقطة أخيرة، وهي ما ورد في إحدى الروايات المشهورة ولكننا لم نجد لها تصديقا في قضية مقاصد الحج ومنافعه. الآن أنت لو تسوي بحث في الإنترنت أو في الكتب عن مقاصد الحج ومنافعه، لا سيما في دائرة الإمامية، أول شيء أول عنوان تواجهه حديث الشبلي مع زين العابدين عليه السلام. قل لك هذا يبين لك مقاصد ومنافع الحج كما هي بلسان الإمام زين العابدين. نحن نستبعد أن يكون هذا الكلام من الإمام زين العابدين عليه السلام، بالرغم من أنه مشهور في الأفق الثقافي. خلينا نجيب أصل المسألة. في هناك رواية ينقلها المحدث النوري الطبرسي رضوان الله عليه في كتابه مستدرك الوسائل. المحدث النوري احنا تحدثنا عنه في احدى السنوات في هذا المسجد المبارك، وبينا عظيمة منزلته، خاتمة المحدثين يعتبرونه، رجل خبير مستوعب بحر من بحور العلم والأحاديث. كتابه مستدرك الوسائل صار عليه كلام من بعض العلماء أن فيه تساهلا من جهة الروايات، وقد يكون ذلك عائدا لأنه يرى انتماءه للمسلك مسلك المحدثين، ومسلك المحدثين عندهم آراء معينة فيما يرتبط بالأخبار لا يوافقهم عليها الأصوليون. الأصوليون عندهم في الغالب تشدد في قضية الأخبار والأسانيد، وليس هذا موجودا عند المحدثين الأخباريين رضوان الله على الجميع. كتابه خاتمة المستدرك، علماؤنا يقولون هذا من أمتن الكتب، كتاب متين دقيق بديع، لكن كتابه مستدرك الوسائل فيه أحاديث غير ثابتة غير تامة عند هؤلاء العلماء. من جملة ما نقل هذا المعنى، قال
عن العالم الجليل السيد عبد الله سبط المحدث الجزائري. سبط سيد نعمة الله الجزائري صاحب كتاب الأنوار النعمانية، سبطه يعني ابن بنته، هذا عنده شرح على كتاب من الكتب القديمة للفيض الكاشاني، هو الرجل متوفى سنة 1180، ينقل في كتابه هذا المعنى، يقول: لما وجدت في عدة مواضع بخط بعض المشايخ الذين عاصرناهم مرسلا، قال لما رجع مولانا زين العابدين عليه السلام من الحج استقبله الشبلي فقال له: حججت يا شبلي؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فحين نزلت الميقات، خاطب الشبلي، نويت أنك خلعت ثوب المعصية ولبست ثوب الطاعة؟ قال: لا. قال: فحين تجردت عن مخيط ثيابك نويت أنك تجردت من الرياء والنفاق والدخول في الشبهات؟ قال: لا، ما نويت هالأشياء. قال: فحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب؟ قال: لا. قال عليه السلام حسب هذه الرواية: فما نزلت الميقات ولا تجردت عن مخيط الثياب ولا اغتسلت. واستمر هكذا: حين تنظفت وأحرمت بالحج هل نويت كذا وكذا؟ قال: لا. قال: فما نويت الحج ولا عقد؟ إلى أن وصل آخر شيء قال له زين العابدين: فما وصلت منها ولا رميت الجمار ولا حلقت رأسك ولا أديت نسكك ولا صليت في مسجد الخيف ولا طفت طواف الإفاضة ولا تقربت، ارجع فإنك لم تحج. ما دام ما نويت هالأشياء الباطنية المقاصدية المعنوية، ما دام ما نويتها ولو سويت الأعمال هذه فإذا أنت لست حاجا، ارجع حج مرة ثانية. فطفق الشبلي يبكي على ما فرطه في حجه، وما زال يتعلم حتى حج من قابل بمعرفة ويقين. هنا أكو مناقشتين، المناقشة الأولى أسرع الوقت بعد يتداركنا. المناقشة الأولى المناقشة السندية. الشبلي هذا الرجل من مواليد سنة 247 هجرية بالاتفاق، يعني في زمان الإمام العسكري عليه السلام. كيف يدرك الإمام زين العابدين عليه السلام ولادته 247 هجرية؟ كيف له أن يدرك الإمام زين العابدين عليه السلام الذي ولادته في أزمنة 28-29 هجرية؟ الشكل الفارق بينهما أكثر من 200 سنة. طيب، هذا من معاصر الإمام العسكري وقبل الإمام المهدي عجل الله فرجه، فكيف يلتقي به الإمام الحجة؟ ولا يوجد شبلي آخر معروف بالصوفي إلا هذا، ولا يوجد شبلي آخر معاصر للإمام زين العابدين عليه السلام. فهذا واحد. ثانيا، إذا كان هالشكل كل واحد اللي ما سوى هالأشياء، فكم بالمئة ذهبوا إلى الحج إذن من المسلمين؟ لا يوجد أحد، لأن كل الناس عندما يحجون الغالب أنهم يأتون بالأعمال الظاهرية، فإذا يقول لي أنت ما حجيت وارجع حج السنة الجاية بعد، طيب يعني حجك باطل ويجب عليك الحج، هذا لا يلتزم به أحد من العلماء، لا من الإمامية ولا من غير الإمامية.
فإذا هذه الرواية اللي ناقلها أيضا من سبط المحدث الجزائري، المحدث سبط المحدث الجزائري متوفى سنة 1180 هجرية، بينه وبين الإمام زين العابدين شقد؟ حوالي 1100 سنة من الزمان بلا سند. ولذلك قال بعضهم ونعم ما قال، وهو الصحيح كما جاء في كتاب الحج والعمرة في الكتاب والسنة للشيخ الريشهري، قال يحتمل أو يبدو للنظر أن هذا الكلام الذي فيه التفاتات معنوية عرفانية قاله بعض العرفاء ثم بالتدريج نسب إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، وإلا تعترضه مثل هذه المشكلة، عدم المعاصرة، وثانيا عدم فتوى لا العامة ولا الخاصة، لا أحد يفتي بأن من لم يكن بهذا النحو يجب عليه أن يعيد الحج من جديد. ما ثبت عن الإمام زين العابدين الحمد لله فيه غناء وخير وبركة. احنا ما نقول هذه المعاني غلط الموجودة، لا، في معاني تربوية، في معاني مقاصدية واضحة وجيدة وأخلاقية، لكن نسبته للإمام زين العابدين هذه غير معلومة. مو صحيح أيضا احنا كل ما شفنا كلام زين نقول قاله الصادق، قاله الباقر، قاله السجاد، قاله رسول الله. هذا إذا تعمده الإنسان من غير دليل يكون كاذبا على الإمام وعلى النبي. الوارد عن إمام زين العابدين عليه السلام كثير الحمد لله، شغل في حياته المباركة، خلف لنا الصحيفة السجادية، زبور أهل البيت تلقى بهالمناحي التربوية العظيمة اللي فيها، خلف لنا مثل رسالة الحقوق، خلف لنا عددا جما من الخطب والوصايا. طيب مسند الإمام زين العابدين وأحاديثه شيء كثير جدا، فيه غنى وكفاية. الإمام أيضا بالإضافة إلى هذا اهتم بإبقاء جذوة الحركة الحسينية ساخنة وحية، وهذا من أعظم ما قام به صلوات الله عليه. يعني بالإضافة إلى تأمين الجانب الأخلاقي والروحي في الدعاء، أيضا أمن الحرارة الحسينية وبقاء المأساة الحسينية لكي تؤثر في النفوس إلى يومنا هذا، ونحن مدينون للإمام زين العابدين عليه السلام بهذا الأمر. اشتغل على هذا شغل كثير، كان يستفيد من اللحظة ومن المشهد ومن الكلمة ومن الهيئة ومن كل شيء لتركيز قضية كربلاء. شوف واحد غريب في المدينة فيقول له أنت غريب عن المدينة، قال بلى، جئت لأمر من الأمم. ما عندك أقارب، أهل، أصدقاء، معارف؟ قال لا. قال ترى ألم تخشى عندما جئت إلى هذا المكان ولا أحد فيه يعرفك، ألم تخشى أن تموت ثم تتعطل جنازتك فلا تغسل ولا تكفن ولا تدفن، ما تخاف من هذا؟ قال سبحان الله، وأين المسلمون؟ أنا مسلم، ومن واجب كل مسلم على المسلم الآخر أن إذا توفي أن يقوم بتجهيزه وتغسيله وتكفينه. فتدمع عينا زين العابدين عليه السلام، يقول له لكن ابن بنت رسول الله وابن فاطمة استشهد في كربلاء، قتل في كربلاء، وبقيت جنازته معطلة على الرمضاء 3 أيام لم تدفن بأبي وأمي.
هذا واحد من المشاهد، يمر على السوق يرى شخصا يقول لغلامه من القصابين: هل سقيت الكبش ماء قبل أن تذبحه؟ فترن هذه الكلمة في أذن الإمام، يجي إليه قال له: هل لا تذبحون الكبش إلا بعد سقيه؟ الإمام يدري أن هذا من المستحبات أن يعرض الماء على الكبش، لكن حتى ينقل خاطر هذا الإنسان إلى كربلاء يقول له: بلى كما قال الشاعر: لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ، ويذبح ابن بنت رسول الله عطشانا، ويذبح ابن رسول الله عطشانا. هكذا حال الإمام زين العابدين، يستفيد من كل فرصة حتى يثير الأسى والشجن، بل ما قدم إليه طعام وشراب إلا وذكر الحسين: كيف آكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا؟ أم كيف أشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشانا؟ حتى خاف عليه أهل بيته، أرسلوا إليه أبا حمزة الثمالي: يا أبا حمزة، ترى هذا الإمام زين العابدين بقية أهله بقية السلف نخشى عليه من هذا البكاء. جاء إليه قال له: يا سيدي، يا أبا الحسن أو يا أبا الحسين، ألا تقولون القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، فلماذا الجزع، لماذا التأثر والبكاء؟ قال: شكر الله سعيك يا أبا حمزة، القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل سمعت أذناك قبل يوم عاشوراء أن مخدرة هاشمية وقفت في مجالس الأجانب؟ هذا أيضا لنا عادة أو لا؟ والله ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن في البيداء، وأنا كل ما أشوف هذول يهيج الأسى في قلبي ويعترين الشجا والألم. أنا قلبي يا أبو حمزة ترى هتفطر وذايب مثل المصيب اللي دهيتنا محدا، ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون الليل كل من العباد ما يفترون، سبعة وعشرة فارقيتهم كلهم غصون، بفرد ساعة وسدوهم حر التراب، لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح، وذاك الشباب اللي بصباح العريس مذبوح، ولو شفت الأكبر ما لميتني بكثرة النوح، ما خلت لنا كربلاء يا شيخ ولا بعد، ومصيبة حسين الذي هدت أركاني، بس وقع عن مهر الهضم والضيم جاني، أنا بعيني نظرت يحزنا حربني الزواني وحسينا، أنا بعيني نظرت يحزنا حربني الزواني، حزة وكريمة وخيلهم غارت للخدور،
لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، من كان في مجلسنا طالب حاجة ومن سألنا الدعاء، اللهم اقض حوائجهم يا قاضي الحاجات. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.